كنسكن في مدينة الدار البيضاء المنطقة درب السلطان، وكيف ما كتشوفوا أنا دابا غير في الجردة ديال الحبوس حدا الجامع المحمدي. بلا ما نطول عليكم، أنا خوتي اللوس ديالي خراجلي كيبقى يتحرش بيا، كيبقى يعنفني، يعني أنا منين قهرني بزاف كيبقى يتحرش بيا بزاف، لدرجة أنه وصل نهار الثلاث طلع ليا حتى للدار ديالي، شدني من شعري شبع فيا عصا، وكيشرق ليا حاشاك السروال ديالي، وكيخشي فيا الصباع ديالو، يعني واحد الحالة ما نقدرش نوصفها لكم. يعني بقيت كنهي فيه، نعال الشيطان نعال الشيطان، والو يعني عنفني بوحشية، وكليت فيها العصا وضربني الراس ديالو، ضربني العين ديالتي، مازال دابا العين برات شوية، راه عندي التصويرة ديالتها. انا غيبت، جاتني الدوخة منين دخت، هرب، الهربة اللي هرب طلعوا عليا العيالات، بقاو كيدقوا فيا وكيعنفوا فيا. وحده رجاره ساكنه معانا الاسم ديالها نبيله، شبعات في عصا، بنتي هربات مشات كتجري عند باها، كتقلب عليه في الزنقه، بابا عتق بابا عتق، راه عمي تيقتل في ماما، ماما واقيلا ماتت. تم جاي راجلي باغي يطلع يشوف اشنو واقع، الجاري تلقاو ليه العيالات كركبوه مع الدروج تتشقق من ايده، راه عنده دابا الشق في العظم. مشيت درت ديكلاراسيو عند البوليس، ومشيت درت الشكايه عند السيد الوكيل. الرجعه اللي رجعت من عند البوليس بغيت نطلع المحاليه لقيتهم حابسيني، ما خلاونيش نطلع للدار ديالي، لانني انا ما ساكناش مع دار ناسي، انا ساكنه عند مول الدار، كاريه عند مول الدار، والتوصيل ديال الكره في الاسم ديال الزوج ديالي، وحبسوني ما خلاونيش نطلع. بقيت كنطلع فيهم نرغى فيهم، عاوتاني نفس المشكل، شدوني دقوني عصا، قمشوني، شدوا لي حوايجي. مشيت رجعت للكوميساريه قلت لهم شوفوا هاد الحاله اش دايرين فيا، على الاقل غير خرجوا معايا نطلع غير المحل ديالي. قالوا لي لا ما عندناش حق نخرجوا معاك، سيري باتي في الزنقه ولا شوفي فين تباتي حتى ديري سيرتيفيكا لغد ليه ورجعي عندنا، وداك ساعات باش نقوموا بالواجب. هذاك الشيء اللي كاين، مشيت بت في الزنقه لغد ليه الاربعاء، مشيت درت الزوج ديالي سيرتيفيكا على ايدو، مشيت درت حتى انا سيرتيفيكا، وما درت لا ديكلاراسيو عند الوكيل لا حتى شي حاجه. مشينا بغينا نرجعوا للدار نطلعوا ما خلاوناش، عاوتاني نفس المشكل، كليت العصا من عند هذيك نبيله، شداتني عطاتني قتله ديال العصا، بقاو كيدفعوا فيا حاشاك بحال شي حشاره، ما خلاونيش نطلع والو. صافي مشيت بريكش في الزنقه الخميس، عاوتاني مشيت كنرجع عندهم ما كيخليونيش، كنمشي عند البوليس ما كيخرجوش معايا. صافي الجمعه مشيت دفعت الشكايه للسيد الوكيل استعجاليه، وباقا ما وصلاتش حتى هي، باقا ما وصلاتش. انا دابا كيف ما كتشوفوا انا عايشه في الشارع هنا في الجرده ديال الحبوس، اليوم 10 ايام وانايا في الجرده، ما لقيتش ايد ديال المساعده، والمجتمع ديالنا خايب ما كيرحمش، كيشوفوك في الزنقه شي كيهينك، شي كيبغي حتى هو يتحرش بيك، شي كله كيفاش كيشوف فيك في هذا المجتمع ديالنا، يعني الحقره بزاف، حقره بزاف. وثلاثه الوليدات وانا الرابعه والزوج ديالي الخامس، يعني حنا خمسه النفوس. كيف ما كتشوفوا ها هو الغطاء، ها هو الفراش، وغطانا هو الارض، والفراش ديالنا هو الفراش ديالنا الارض، والغطاء ديالنا هو السما. وما كرهتش انا يشوفوني شي محسنين ويتعاونوا معايا ويتعاونوا مع وليداتي، لانني عندي جوج بنيات كيقراو، ما بغيتش نضيع لهم المستقبل ديالهم، لان المستقبل ديالي ضاع، بنياتي ما بغيتش المستقبل ديالهم يضيع حتى هو، ما بغيتش. والزنقه اللي مخوفني منها اكثر فاكثر انه هاد الناس اللي تعدوا عليا وتكرفصوا عليا باقيين كيجيو يهدوني،
بانهم غيقلبوا لي هادشي كامل على ظهري، وباقيين غاديين يضربوني وباغيين يخسروني من وجهي، وباغيين يدوني للحبس بانني كنبيع معاهم الحشيش وبزاف د الحوايج. يعني العيشه ديال الزنقه، بنادم انه عايش في الزنقه راه تحت بزاف ديال التهديدات من عند البعيد والقريب.